فإلى أي درجة وإلى أي مرحلة قادر اليوم حزب الله يستمر في هذه الحرب مع الكيان الصهيوني؟ مثل ما أشوف أكو عملية وأكو رد على العملية. يعني أنا بتصوري بأن وحدة الساحات له دور كبير جدا في تعزيز دور المقاومة وكذلك في إسناد كل المحاور. يعني محور حزب الله هو جزء من محاور الفصائل المقاومة أو محور المقاومة بين قوسين. وعندما نتحدث عن محور المقاومة أو وحدة الساحات نجد بأن هذه الحرب ليس على حزب الله فقط وإنما على محور المقاومة، وهذا ما دفع يعني أغلب قادة المقاومة في لبنان في العراق وفي اليمن في إعلان مساندتها في بيانات وتقديم كل الإمكانيات. هذا تعدى ذلك الآن. يعني ما نتحدث لابد أن نشير إلى بيان المرجعية الدينية المتمثلة بمرجعية السيد علي السيستاني دام ظله. يعني هذه المواقف المشرفة، يعني قرأت قبل ساعة هنالك بيان يدعو إلى إيقاف العدوان الكيان الإسرائيلي بكل الإمكانيات وكذلك تقديم المساعدات للشعب اللبناني. هذا جانب التعاطف. أنا أعتقد هذا البيان هو قد يذهب باتجاه بأنه هو شبيه بفتوى الجهاد الكفائي. أنا أعتقد هذا البيان هو دعم لمحور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. فبالتالي خلال هذه المرحلة نعم الله. أنا أعتقد هذا ترجمة هذا يعني هذا البيان بأن على الأمة الإسلامية وليس على محور المقاومة بالمناسبة وبشكل خاص على الدول العربية أن كشعوبا وحكام أن يساعدون أبناء الشعب اللبناني والفلسطيني سواء. فبالتالي أنا أعتقد هذه هي فتوى جهاد ضد الكيان الصهيوني. أنا أعتقد هذا البيان سوف يغير المعادلة كما غير المعادلة بأي طريقة؟ كما غير معادلة المواجهة مع داعش بعد أن كان رهان أن تستمر 30 سنة أصبحت 3 سنوات. أنا أعتقد الآن تغيرت المعادلة. يعني مثل ما تعرف بأنه مرجعية السيد السيستاني يعني تقريبا أكثر العالم هم حقيقة يتبعون مرجعية السيد علي السيستاني هذه الدول الإسلامية. فبالتالي أنا أعتقد هذه الفتوى الجهاد الكفائي هي دعوة لمساندة أبناء شعب لبنان وفلسطين.